هو نتوكل ونستعين. أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نحييكم في هذا اليوم، ثالث أيام هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة، هذا المهرجان الذي يقام على شرف سيف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه، مهرجان الختام، مهرجان الاستعداد الأخير، مهرجان المقيض، مهرجان الذي لم يعد بعده إلا الهجن المتأهلة للتحدي فقط، بل أعظم السواد الأعظم من الهجن سيرتاح إلى الموسم القادم. نتمنى لنا ولكم طولة العمر والصحة والعافية. أيها الأعزاء، ينطلق هذا المهرجان بالتوجيهات السامية والأوامر الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه، وبمتابعة اللجنة المنظمة لسباقات الهجن برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني أبو عبد الله المتابع لكل صغيرة وكبيرة سواء بالحضور أو بالتوجيهات، فنتمنى له التوفيق ولكل الحاضرين والمشاركين وأخوانه أعضاء اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. انطلق قبل قليل هذا الشوط الأول الرئيسي، أقوى أشواط الصباح، جائزة عينية قيمة، سيارة رصدت للفائزة بالمركز الأول، إضافة إلى الجوائز النقدية القيمة حتى المركز العاشر. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول، غيم من هجن الشحانية خطف المركز الأول، خطفت وصال المركز الأول من هجن الشحانية بقيادة المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران، بينما غيم والجو غيم يا أبو خالد والجو غيم، هذه غيم مع المركز الثاني من هجن الشحانية مضمر محمد بن خالد العطية دور المركز الثالث. هنا الهدة تتواصل على المركز الثالث لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، يضمرها سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. ننتقل إلى المركز الرابع، ومن تصل وتتقدم أوزلام مع المركز الرابع من هجن الشحاني المضمر محمد بن خالد العطية. الدور المركز الخامس، المركز الخامس اللي تتقدم مدى من هجن الشحانية، يضمر مدى الشبل جابر بن سالم بن فاران. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أول أشواط هجن أصحاب السمو والشيوخ في هذا المهرجان رسميا، في هذا المهرجان الرسمي، في هذا الانطلاق الرسمي. والمضمر اللي بيفوز ينتزع الشوط مضمر رسمي، بالفعل مضمر رسمي. من سيستهل أشواط هجن أصحاب السمو والشيوخ سيكون فال خير له ولشعاره ولعزبته بطبيعة الحال. دائما نتفائل بالخير في كل الأمور، ويبدو بأن جابر هو الأقرب للفوز من خلال ما يقدمه، من خلال ما يقدمه، من خلال اندفاعة وتقدم وصال من هجن الشحانية. المركز الثاني، الانطلاق من قبل أوزلام على المركز الثاني. يقول لي بسام منطقة في وين أوزلام؟ عموما على كل حال، هذه أوزلام مع المركز الثاني تعزف أجمل الألحان مع المركز الثاني من هجن الشحاني المضمر محمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصلت هنا رشفة من هجن الشحانية، يضمر رشفة أيضا محمد بن خالد العطية. المركز الرابع، التقدم فيه والتسلل من قبل مهمة لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، الشعار الغرفاوي الكبير، يصل على المركز الرابع مع المضمر القدير والشاب المميز سعيد بن راشد الزعبي، أحد أبرز الشباب المضمرين. المركز الخامس، وصلت سيوف من هجن الشحانية في أول نداء لها، سيوف وليس سيف واحد،
مجموعة سيوف يعني خطيرة، هذه الذلول اللي وصلت من خلال الاسم ومن خلال الشكل، يضمرها المضمر جابر بن سالم بن فاران. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، هجن الشحانية في معركة صباحية اليوم. الله، أشعلتها يا أبو خالد، أشعلها أبو خالد بهذا التقدم، بهذه الحركة. انطلقت أوزلام يضغط في هذه اللحظات، وتضغط أوزلام على المقدمة، على وصال، على وصال المتقدمة، على وصال 1500 متر، وأيضا ووصال رصيدها مليء بالإنجازات. وصيفة الرمز في مهرجان المؤسس في مثل إذن شلف الإنتاج، شلف الإنتاج يا متابعين الأعزاء. إلى أين تتجه الشلفة الفضية؟ الشلفة الفضية بالإضافة إلى الجائزة العينية القيمة السيارة. الله، يا سلام، وصال 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 مع المركز الأول، وهي وصيفة الشلفة الذهبية بالفعل يا أبو سعيد، بالفعل يا أبو سعيد، في مهرجان الأمير الوالد قبل أيام قليلة. بينما الخطورة بانت في هذه الأثناء، أوزلام مع المركز الثاني، المركز الثالث، الانطلاق من قبل رشفة، يا رشفة يا رشفة. الله، سيوف سيوف، هذه راعية الرمز رشفة، هذه بطلة هذا الشوط في مهرجان الأمير الوالد، راعية الشلفة، راعية الشلفة. أم سيوف، أم سيوف، وسيوف راعية رمز المؤسس، الثنتين في رصيدها رموز. شكرا زميلي مطلق، وشكرا للمحلل سالم بن راشد بالأسود على التواصل بالمعلومات. براشد، الله، بدأت الحركة، بدأ الانطلاق. رشفة، رشفة، الثنتين في رصيدها شلف ذهبية ورموز، من ستعزز الموقف؟ راعية الرمزين، خلاص سجلوه. رشفة، يا رشفة، يا رشفة، رشفة الذهب، رشفة الشلف الذهبية من هجن الشحانية. مشكور يا أبو خالد، يقدمها أبو خالد محمد بن خالد العطية. الشلفة الذهبية للمرة الثانية على التوالي تذهب مع رشفة من هجن الشحانية بقيادة المشاغب، شاغب يا المشاغب، محمد بن خالد العطية. الله، الشلفة، 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 الشلفة الثانية مع رشفة من إنتاج هجن أم الزبار. سلام يا الإنتاج، سلام، وتهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثاني سيوف من هجن الشحانية مع المضمر جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث وصلت وصال من هجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت مدى من هجن الشحانية، يضمر مدى جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس، المركز الخامس أوزلام من هجن الشحانية مع المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. إذن الشلفة الذهبية للإنتاج والمنتجين لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. يتفوق إنتاج أم الزبار في هذا اليوم، في هذا الصباح. وأذكر بأن هجن أم الزبار تحتكر شوط اللقاية من مهرجان المؤسس. إذن تصل في هذه اللحظات، إذن هجن الشحانية تحتكر هذا شوط الإنتاج في هذا الموسم. إنتاج أم الزبار يحتكر الشلفة الذهبية للإنتاج والمنتجين. تهانينا للقائمين على إنتاج أم الزبار. 7 دقائق 27 ثانية، 8 أجزاء من الثانية، رشفة هي تضيف الشلفة الذهبية الثانية في رصيدها. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهاني موصولة لمن قادها وتابعها، المضمر القدير المشاغب محمد بن خالد العطية. تهانينا يا أبو خالد. المركز الثاني اللي ما قصرت وفي رصيدها شلفة في مهرجان المؤسس اليوم، وصيفة الشلفة هذه سيوف أيضا من إنتاج أم الزبار. 7 دقائق 29 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز سيوف، وتهاني للمضمر جابر بن سالم بن فاران، وتهانينا أيضا لوالده
المضمر الذهبي القدير سالم بن جابر بن فاران. تهانينا أيضا يا أبو جابر على هذا الفوز. المركز الثالث تصل تصل إلى خط النهاية. هنا وصال هي من احتلت المركز الثالث على شوط الشلفة الذهبية للإنتاج، 7:36، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا على فوز وصال بالمركز الثالث من هجر الشحانية. التهاني موصولة أيضا للمضمر جابر بن سالم بن فاران.